رحمة الله، أصدقائي، أحبائي، متابعيني، مشتركيني، السلام عليكم. حبيت سلم عليكم وأقولكم كل عام وأنتم بخير ورمضان كريم، وإن شاء الله بنعاد علينا وعليكم بالصحة والسلامة. وبالنسبة للتعليقات أعتذر لكم يا إخوان، لأنه التعليقات عندي كثيرة وعندي ضغط. أنا بصراحة يعني تعرفوا في الصيف عندي ضغط كبير جدا من التلفونات، يعني بيعتاز إشي ضروري ضروري يرن علي تلفون. تعرفوا اللدغات هي مش بس أفاعي وعقارب وعناكب وحشرات، وأنا مش بس يعني بتعامل مع فلسطين، مع كل الدول العربية، فبدكم تعذروني لأني يعني مش ملحق بصراحة، علي ضغط كبير. وبالنسبة يا إخوان لقناة الصيد، اللي بحبوا الصيد، ففي ناس جداد بيسألوني كثير. في عندي قناة بس للصيد، لأنه مثل ما بتعرفوا قوانين الصيد شوي شديدة جدا، وسبق إني حكيت للإخوان إنه في فيديوهات كثير عنا عم بوقفوها. ما بعرف، أنا بشوف فيديوهات يعني عادية، بس عنا في شيء عم بوقفوه مرات من الصيد. فإحنا منركز على إنه لما نصيد خلص بنصاد الخنزير، مش بالضرورة نروح نصوره وهو على الأرض. فأحيانا لما بنروح نصوره بيشيلوا الفيديو، يعني حسب القوانين إنه بس كيف بنصاد وبكلب وخلص، شو بدكم فيه انتو تشوفوه على الارض، لانه هيك يعني عم بوقفوا الفيديوهات بصراحة، كانوا متغلبين. بعرفش انا بالنسبة لي متغلب، فعشان هيك راح احط لكم رابط القناة على الوصف. واهلا وسهلا باللي بحب الصيد، وكل عام وانتو بألف خير.